هاي السيارة اللي وراي راح تحطم لكم كل اللي كنتوا تتخيلوه عن أسعار السيارات. خليني أعرفكم عليها وعلى غيرها من ثلاث أغلى سيارات وجدناها بمعرض دبي الدولي للسيارات. كلنا بيعرف المكلارن 720S، لكن هاي المكلارن واللي عم تيجي بسعر 1.7 مليون درهم سيارة خاصة جدا، طبعا بلونها الأسود وقطعها المطلية بالذهب من عيار 24، وطبعا جنوطها الذهبية وزينتها من الخط العربي اللي بخلف السيارة واللي بتحاكي ناطحات سحاب دبي بشكلها. وهي السيارة طبعاً موجودة بمعرض دبي الدولي للسيارات وعم تنتظر إنه يستلمها صاحبها المحظوظ بهيك قطعة نادرة وفريدة من نوعها. سيارة الديفل 16 واللي عم تجينا بسعر 5.8 مليون درهم بتقدم لك بهذا السعر سوبر كار فريدة من نوعها مع محرك V16 بسعة 12.3 لتر عم بولد رقم أول مرة بسمع فيه بأي سيارة، وهو 5000 حصان مع مخارج عادم تشبه اللي منشوفه على مكوك فضاء. هاي السيارة طبعاً غير مرخص للقيادة على الشوارع، لكن تم تصميمها لتحطيم أرقام الكورتر مايل. بسعر 6 مليون درهم بتوقف سيارة الكارلمان كينج كملك لهاي اللائحة. سيارة SUV توصل طولها لستة أمتار وبتذكرك بشكل طائرات الستيلث الحربية. السيارة تم بنائها على قاعدة شاحنات الفورد F-150 ومن الداخل أعطوها كتير مع الفخامة مع سقف داخلي مرصع بالنجوم مثل اللي بتلاقيها على سيارات الرولز رويس. تحصل هاي السيارة طبعاً على محرك V10 بسعة 6.8 لتر.